طابت أوقاتكم. البداية مع العناوين: التدقيق الجنائي في عيون الحكومة، وما المنتظر من وزير المال الجديد؟ الامتحان الأول لحكومة ميقاتي، توزيع الخسائر بين الجميع. الكتل ستمنح الثقة، فماذا عن ثقة الشعب بالحكومة الجديدة؟ ما الذي ينتظر اللبنانيين الأسبوع المقبل في موضوع المحروقات؟ وزير التربية للأوتيفي: سنعمل على إنجاح العام الدراسي حضورياً. أنه نقدر نوصل للي بيشتهي الناس، ونقدر نرجع على القليلة نوقف الانهيار اللي حاصل. نعم، نحن اليوم قادرين، والأمل ما كان ولا يوم مرادف للوهم. إذا ترافق مع الوعي والعمل والتضامن والعزم، مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى، ثم تنشر عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب، وحساباتنا على مواقع التواصل تويتر وفيسبوك وإنستغرام. معادلتان فاشلتان تحكمتا حتى الآن بتاريخ لبنان منذ عام 43، أما الثالثة فقيد التجربة. المعادلة الفاشلة الأولى: لا غالب ولا مغلوب، التي كرستها حرب 58 الصغيرة من دون أن تمنع الحرب الكبيرة سنة 75. أما المعادلة الفاشلة الثانية فهي غالب ومغلوب، التي سادت بعيد اتفاق الطائف، وتحديدا منذ عام 90 حين أرسيت دعائم الجمهورية الثانية بعد الاستقلال خارج الميثاق بما ينطوي عليه من مناصفة وشراكة. تبقى المعادلة الثالثة قيد التجربة، وهي الجميع غالبون، جميع اللبنانيين من جميع الطوائف والمناطق والمذاهب والانتماءات والمعتقدات. المعادلة المذكورة لم تعطي النتائج المرجوة في مرحلة التفاهم الرئاسي عام 2016، الذي حاول أن يضم الجميع تحت راية الدولة، وأن يدفع في اتجاه سياسة خارجية مستقلة وإصلاح داخلي. أما بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فأمامها حظ للنجاح، إذا أحسن الأفرقاء المعنيون في إدارة الأزمة، لا بهدف المراوحة، بل بهدف تحويلها إلى فرصة إنقاذ بكل ما للكلمة من معنى. أما إذا أصر البعض على سياساتهم القديمة المتوارثة عبر السنين، ولسيما منذ عام 90، فلا مفر من الجميع خاسرون، معادلة أبدية على الساحة اللبنانية، بفعل المزيد من هدر الوقت والفرص، وتكريس الكيان اللبناني ضعيفا لا قويا، مضمحلا لا مزدهرا، متكلا على الآخرين لا مستقلا في السياسة والاقتصاد والمال ولو في الحد الأدنى المتاح. طبعا من المبكر إصدار الأحكام، فالحكومة الجديدة تعقد اجتماعها الأول غدا، وتلتقط صورتها التذكارية، وتشكل لجنة صوغ البيان الوزاري. وإذا وضعنا جانبا الاستهداف المنحط لأشخاص بعض الوزراء حتى قبل استلام وزاراتهم، أو الاطلاع بشكل واف على أقوالهم السابقة للتوزير من دون تحوير أو اجتزاء أو تفسير، فالأكيد أن الشعب اللبناني لن يمنح الحكومة هذه المرة حتى فترة سماح، كما أن ثقته محجوبة عنها ولو منحتها إياها جميع الكتل، في انتظار تحويل الأقوال إلى أفعال. إذن ثقة المجلس النيابي مضمونة بالنسبة إلى الحكومة، فماذا عن ثقة الناس؟ التفاصيل في تقرير لجينيفر مزرعاني. ثقة أو لا ثقة، معظم الكتل النيابية والنواب المنفردين سيدعمون هذه الحكومة. من جهة أخرى، تكتلا لبنان القوي والجمهورية القوية يربطان موقفيهما بالبيان الوزاري.
فبعدما صدرت مراسيم تشكيل الحكومة وتم تعيين موعد أول جلسة لمجلس الوزراء غدا الاثنين في قصر بعبد عند الساعة 11 قبل الظهر، سيتوجه الوزراء لأخذ الصورة التذكارية ويتم بعدها عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء. الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو تعيين لجنة صياغة البيان الوزاري. الفائدة المادة الفقرة الثامنة المادة 64 على الحكومة أن تتقدم البيان الوزاري أمام مجلس النواب خلال 30 يوم من صدور مرسوم تشكيلة. المرحلة القادمة هي تعيين لجنة مصغر مجلس الوزراء لنص لصياغة البيان الوزاري والتقدم فيه أمام مجلس النواب لنقل الثقة خلال 30 يوم من اعتبارها من تاريخ صدور المرسوم لتكون حكومة قائمة دستورية. في كل تاريخ لبنان خصوصا بعد الطائف لم يحصل أن حجبت الثقة عن حكومة، باعتبار أنه غالبا ما يكون متفقا على الأسماء قبل التشكيل، ولذلك يتوقع لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي نيل الثقة عند وصولها أمام مجلس النواب. ولكن ماذا عن ثقة الشارع؟ نحن معلقين بأشياء، شفتي كيف؟ نعطيها الثقة ونطلب منها أنه تدير الأزمة. والله أنا ما بعطي ثقة لحدا، بقى ما بعطيها لا ثقة ولا شيء أبدا لهالحكومة. حكومة يعني فاشلة. لنشوف شو حيشتغلوا هلا، لنشوف على حسب الإنجاز. إذا عبولوا هيدي الجمعة بدي يشيلوا الدعم البنزين سير التنكي ب 360 ألف، أي ثقة بدي أعطيها للدولة؟ مين ما يجي يجي، بس مهم إنه يتحسن وضع البلد. هاي الحكومة مثل غيرها، يعني مش حتشيل الزين من البير. مبسوطين كتير إنه لبنان صار عنده حكومة. لازم قبل ما نحكم على حدا نعطيه وقت. ثقة ما في قصة هلا مرحلة بدنا نقطعها. ما بوثق بهيدي الحكومة. بنتأمل خير يا رب. صراحة يمكن نفس الحكومة اللي قبل. أكيد لا، لأنه نفس المنظومة، نفس الفساد، نفس كل شيء، ما تغير شيء. بدنا نعطيها سأل إنه ما عندنا شيء غيره بقى. مش متأملين خير الحقيقة، لأنه هن ذاتهم. لو نعطي حكومة الساعة ما بعتقد، لأنه بالبلد المنظومة السياسية هي ذاتها، يعني ما حتتغير. ما في أعطيها الساعة إلا ما أشوف أفعالها. تاخذ الساعة، مهم تمشي. في ظل صعوبة الأوضاع الراهنة يجد المواطن نفسه راضياً بأي حكومة، ليمشي الحال أو لأن ما في حل تاني، وتختصر معظم طلباته على تحسين الأوضاع المعيشية وتأمين أبسط المستلزمات مثل المواد الغذائية والمحروقات. لذلك ولو أن المواطن مشغول بأبسط حقوقه المعيشية فالأمر لا يمنع أن تتحول هذه الحكومة إلى حكومة إصلاح فعلي، فعندها فقط قد تفوز بثقة الناس. من أول مهمات الحكومة بعد الثقة معاودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فهل تتبنى خطة الحكومة السابقة وكيف ستقارب موضوع الخسائر وتوزيع تلك الخسائر؟ تقرير نانسي صعب. منتصف تموز الماضي وقبل أسبوع تقريبا على تكليف نجيب ميقاتي، أعلن صندوق النقد الدولي أن خطة التعافي المالي والاقتصادي التي أقرتها حكومة حسان دياب تشكل منطلقا جيدا للشروع في الإصلاحات المالية والاقتصادية. الأكيد أن خطة التعافي هذه تحتاج إلى تحديث وربما تعديل قد تقوم به حكومة ميقاتي نظرا لحجم التطورات والانهيارات التي شهدها لبنان بعد إقرار الخطة في 30 نيسان 2020. لكن أهمية هذه الخطة أنها قدمت تشخيصا هو الأول من نوعه منذ تدهور الوضع النقدي والمالي، وتضمنت تدقيقا دفتريا للخسائر المالية الحاصلة في لبنان منذ عقود، ما يعني أن الأهم يتمحور حول ضرورة تحديد الخسائر كنقطة انطلاق والتي قدرتها خطة التعافي متماهية مع تقديرات صندوق النقد والاتحاد الأوروبي وشركة لازار ب 241 ألف مليار ليرة، ما يوازي 160 مليار دولار محتسبة على أساس 1500 ليرة للدولار الواحد، من ضمنها 15 مليار دولار ديون القطاع الخاص. حتى نهاية العام الجاري يتوقع أن يكون مجموع المديونية العامة بحدود 96 ألف مليار ليرة و94 مليار دولار، هو مجموعة 38 مليار دولار دين الدولة الحكومي و56 مليار دولار فجوة مصرف لبنان. وللإشارة فإن دين المصارف يشكل ثلث مستحقات اليورو بونز، أي أكثر من 10 مليار دولار من أصل 31 مليار من أصل الدين الحكومي، هذا بالإضافة إلى 5 مليار دولار هي ديون المصرف المركزي. وبدولارة دين الدولة الحكومي بالليرة اللبنانية يتبين أن مبلغ 96 ألف مليار ليرة محتسبا على 1500 ليرة للدولار يكون 64 مليار دولار، على أساس 4500 يكون 22 مليار دولار،
على أساس 8000 ليرة يكون 12 مليار دولار، وإذا احتسب على أساس 12000 ليرة للدولار يصبح 8 مليار دولار، وينخفض إلى 6 مليار دولار إذا احتسب ب 16000 ليرة الدولار الواحد. وفي حال اعتماد سعر صيرفة أي 12000 ليرة يسجل خفض في قيمة هذا الدين الحكومي بقيمة 56 مليار دولار من 64 مليار إلى حدود 8 مليار دولار، وهو ما يعني نتيجة واحدة أي شبه إقفال لهذا الدين الحكومي، ولكن على حساب المزيد من إفقار الشعب اللبناني. لا يزال حاكم المركزي رياض سليمي يحاول التهرب من فجوة مصر في لبنان، علما أن صندوق النقد الدولي كان واضحا في اجتماع حضره سليمي في 28 أيار 2020 برفض اقتراح سليمي عدم هيكلة سندات الدين بالليرة، بل تخفيضها عبر خفض سعر العملة عند بلوغ سعر الصرف 10000 ليرة لبنانية، وهو ما اعتبره الصندوق كارثيا على الناس لأنه ينقل الخسائر لها، حتى أن ممثل صندوق النقد الدولي توجه إلى سليمي بالقول ما تاكل شعبك. بنهاية العام 2021 يكون مجموع الدين العام 102 مليار دولار على أساس سعر صرف 12000 ليرة للدولار. يطلب صندوق النقد تخفيض الدين العام إلى حدود 40 مليار دولار نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي المتوقع أن يتراوح بين 24 و27 مليار دولار لهذا العام، ما يبقي ما يقارب 66 مليار دولار هو صافي الخسائر المتأتية عن مجمل ديون والتزامات الدولة لابد من توزيعها بعدالة وانصاف، على أساس أن من استفاد أكثر أي المصارف مصرف لبنان حاملو سندات يوروبوندز من أجانب وأفراد وشركات لبنانية وكبار المودعين بالعملات الأجنبية يتحملوا أكثر. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي غسان شمس. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير، متشكر استضافتك. يعني انطلاقا من كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه يعني متطلبات صندوق النقد الدولي يعني صرنا عاملين أكثر حتى لو من دون ما نقصد، شو المطلوب من الحكومة الجديدة بهالمرحلة؟ شوف، ما في شك شو هني شروط بالقبل أو شو هي الوصفة أو الروشتة تبع صندوق النقد بالأساس. أربعة أو خمس أشياء ضروريات وفي أشياء حدة، مثلا تحرير سعر الصرف أهم شيء، تقليص حجم الدولة كتير ضروري، تقلص حجم الدولة. ثلاثة، رفع الدعم موازي مع بدك شبكة أمان اجتماعي. خمسة، بدك تزبط يعني هديك أربعة خمسة بدك تزبط العجز، عجز ميزان مدفوعات، ما في مجال إنك ما تعمل تخفض العجز. بعدين بدك تضطر تزيد ضرائب، مش بالضرورة ضرائب الدخل، ممكن تزيد ضرائب بعض الضرائب، جزء TVA على الكماليات أو الجمارك. بعدين عندك مكافحة الفساد اللي هو فظيع، بده شغل. وعندك مشاريع طويلة الأمد، إصلاحات طويلة الأمد لها كتير علاقة بمحاربة الفساد وترشيد الدولة وكذا. هلا اللي عم بينقال إنه إيه، رفع الدعم وتحرر سعر الصرف تقريبا مور أور ليس يعني، ولكن خطوة كتير مهمة، ولكن سيف ذو حدين، كل شيء بالدنيا في ابيض واسود، يعني في وجهين للعمل الوحدي. هلا بس لو بدي اقطعك، انه رفع الدعم بس يعني ما انعمل شيء عمليا باستثناء موضوع البطاقه التمويليه اللي بعدها مش ماشي مثل ما هو واضح، ما انعمل شيء بالنسبه للحفاظ على الاقل دخلا يعني. مع كل حق، انا برايي اذا رفعنا الدعم بالقبل، مش عم اقول لك سيف ذو حدين، بترفع الدعم بتريح الخزينه، بتريح الاحتياطي اللي انت عم تدفع منه، ولكن بتحط على كاهل المواطن عبء فظيع. تانكة البنزين مثل ما هلأ قلتوا بالريبورتاج 280 أو 300 ألف، ما هيدا شيء مش مزبوط، هيدا الشغل مش مزبوط. هلأ يلي بينعمل إجمالا، وقت أنت بترفع الدعم، أنت رفعت الدعم يعني ما بقى عم تستعمل الدولة دولارات لتشتري محروقات، بس فيها تعطي لينا اللبناني للمواطن لحتى يقدر يتسيسر. مين وكيف وليش بده خطة. فأنا جوابي على سؤال حضرتك سجاد بأول ما بلشت سألتني، صحيح بالنسبة للحكومة الجديدة يلي اجت دوت رئيس ميقاتي ثلاث ارباع الشغل اللي بيوجع انعمل، لكن هلا صار بدنا خطة. يعني سياسة المراوحة صارت كل عمرها بتضر، بس هلا صارت قاتلة. اوكي، الخطة يعني يبدو انه لابد من الانطلاق من خطة التعافي المالي اللي اقرتها الحكومة السابقة. وقتها اقرت الخطة ورجعت نوعا ما احبطت، وفتنا بشدال طويل عريض حول توزيع الخسائر وما الى هنالك. شو اللي رح يمنع بالمرحلة هيدي انه يرجع يتكرر هذا الموضوع؟ رح اقول لك شغلة، الخطة يلي اقرت بافريل بنيسان 2020 يلي اصدرتها الدولة يعني الحكومة الدكتور حسن دياب دولة الرئيس،
كانت كتير فظيعة وكتير مهمة وفيها كتير مقاربات حلوة. أنا عندي بس تعليق بسيط على التقرير وقت اللي حكيت زميلي على ال 241 مليار دولار ليرة لبناني، عفوا 241 ألف مليار يلي هن ترجمتهم ل 160 مليار، لا بالخطة احتسبوا على 3200، فهون بنزلهم ل 80 مليار يلي هي ده حجم الخسائر، واتفقوا على الموضوع. الحقيقه يلي ما اتفقوا عليه وهيدا النشيب هو انه الخطه كانت بتقول انه كل البنوك بتروح ليكيداسيون وبينعمل خمس بنوك وبينجاب اموال رؤوس اموال من برا، هون قامت الارض وما عادت قاعده. وقت اللي البنوك حس، انا طبعا لا اتهم، انا عم بقول لك شو صار وهيدا كان كومن نوليدج يعني مش معلومات. الخطة يلي نسف الخطة هو انه هذا رأيي وفي ديبيتابل يعني ممكن نتناقش فيه، هو انه الخطة كانت فاتت بي 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 ويمكن معها انه كل هالبنوك يلي هي وصلتنا لهون خلينا نلغيها، نعمل خمس بنوك هي بصير اندماج استحواذ، بيجي حدا من برا بيشتريها من هونيك منكفي. وهون اذا بتتذكر سجاد والمشاهد بعدها بشي 20 يوم اجى رد جمعية المصارف وقالت حطوا كل الاسيتس كل اصول الدولة بصندوق وعملوه وعملوا فيه شو اسمه سندات واعطونا سندات، يعني عرفت كيف؟ اوكي هذا الجدل القديم يلي صار. انا سؤالي كان اذا بتسمح انه اليوم شو بيمنع انه يرجع يتجدد، نرجع ندور بحلقة مفرغة هي نفسها؟ ما مندور بحلقة مفرغة، لازم يتجدد لكن بيتعدل عليه في 3 أو 4 أشياء تتعدل. حجم الودايع تغير، اليوم عندي تقريبا 112 مليار موازي 112 مليار حجم الودايع، هيدا بده تعديل. 2 الفجوة خفت، 3 طريقة الاحتساب اللي عم بتقولوها إذا 12 قد 16 قد 8 قد منا كتير دقيقة، لأنه بدك تحتسب الأصول مثل ما بدك تحتسب المطلوبات، ما فيك تحتسب هاي عشي وهاي عشي، فبيرجعوا بيعدلوا بعضهم. أنا برأيي أهم تعديل لازم يصير اليوم بالخطة هو التالي، قديش صار صرف، مش تثبيته، فينا نشتغل على شيء بسموه باوند شانجير، يعني مش 1507 مثلا، فينا نقول مثلا هذا رقم من عندي بين 3000 و6000، تعطي مجال أنه يقدر يكون في باوند واسعة. طبعا أنا بعطي أرقام من عندي وهيدا أهم شيء. 2 أنا قديش الخسارة، ما قديش خسارة معروفة، الخسارة اليوم هي وديع العالم بالبنك، بالنتيجة الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولية وديع المواطن يلي بالمصرف، بتطلع المصرف لبرا، بتطلع مصرف لبنان برا، تعطيه سند خزيني سيادي بالدولار أو بالليرة اللبناني، والأرجح هيكون بالدولار على 5 أو 7 أو 10 سنين، المواطن بيرتاح، وهذا السند بيكون تريدبل بالسوق، يعني فيك تبيع وتشتري، بتخفف الهيركات. اليوم انت عم تبيع دولاراتك بالسوق على 18%، اذا تبيع تشيك بالدولار المصري فيما يسمى اللولار، بس وقت بيصير عندك سنة دولة بصير حقه 40 بصير حقه 50 بصير حقه 60% بخف الهيركات. نعم، سؤال اخير لو سمحت، لانه يعني ذكرنا انه من المتطلبات اذا جاز القول لصندوق نقد الدولة موضوع مكافحة الفساد، شو المعيار يلي بينعرف على اساسه اذا لبنان بلش جديا بمكافحه الفساد، وهل يمكن ان يكون السير بالتدقيق الجنائي احد هذه المعايير؟ هلا شوف، التدقيق الجنائي بيحكي عن امبارح، مكافحه الفساد تحكي عن بكره. طبعا انت اكيد بدك تيجي تشوف من هو الفاسد، كيف كان فاسدا، ما افسد، وكيف بقدر امنعه يفسد. انا مقتنع انه قوانيننا اللبنانيه بتحارب الفساد اذا منطبقه، لكن ما فينا نجي نعمل يعني ديمقراطية توافقية، قانون توافقي، اقتصاد توافقي، ما بصير. في هون منافسة وهون في محاسبة، ما فيك تحاسبني إذا بدنا نتوافق، بتحبسني إذا بتحبس غيري، بزفت بضيعتي بزفت بضيعتك، راحت المنافسة. أنا على رأس الديمقراطية التوافقية بنمشي فيها، لكن يجب التوقف عن تطبيقها في القانون إذا كانت عم تطبق، وفي الاقتصاد يلي أنا أكيد أنها عم تطبق، ومن هيك انتفت المنافسة كليا وصار عم نوزع على بعضنا الدين، الحقيقة الدين نتدين لنوزع نعم. على بعض. شكرا لك غسان شماس الخبير الاقتصادي على هذه المداخلة. أيام قبل انطلاق التدقيق الجنائي فعليا، فكيف ستتعامل معه الحكومة الجديدة وما المنتظر من وزير المال الجديد؟ على برنامج عمل الحكومة الجديدة سيكون التدقيق الجنائي بندا أساسيا، لسيما أن رئيس الجمهورية عماد ميشيل عون لن يتراجع أو يتنازل عن تحقيقه والاستناد إلى نتائجه في عملية الإصلاح المطلوبة
بالإضافة إلى كون التدقيق مطلبا دوليا عبر أكبر المؤسسات المانحة وتحديدا صندوق النقد والبنك الدولي، وهو أمر كررته المؤسستان خلال مؤتمر دعم لبنان الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي في الذكرى الأولى لانفجار 4 آب. ما يقف أمام انطلاق مهمة شركة ألفاريز أند مارسل التدقيق في حسابات مصرف لبنان هو توقيع وزير المال على العقد معها، وهو لا يزال قيد الدرس في ديوان المحاسبة الذي يفترض أن يعطي جوابه عليه الأسبوع القادم وفق ما ترجح معلومات الأو تي في، خصوصا أنه يطلب أجوبة على بعض الاستفسارات. وبعد جواب الديوان يأتي توقيع وزير المال، لكن المفارقة اليوم أن الحكومة شكلت، فمن يوقع العقد؟ معلومات الأو تي في تشير إلى أن التوقيع سيكون بقلم وزير المال الجديد يوسف خليل لا الوزير غازي وزني، على اعتبار أن هذا الأمر لم يعد من حقه بعد تشكيل الحكومة، وتضيف أن لا مانع في أن يضع خليل توقيعه على العقد فور خروجه من ديوان المحاسبة، وأن لا علاقة للتوقيع بنيل الحكومة الثقة. وترجح المصادر أن ينهي ديوان المحاسبة جوابه الثلاثاء في أول اجتماعاته الأسبوعية بانتظار تسلمه نسخة العقد المترجمة إلى العربية، يرسل بعدها رأيه الذي يرجح أن يكون بالموافقة أيضا. وفي حال إبداء التحفظ انطلاقا من الرقابة المسبقة يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ قرار حينها. وهنا تشير مصادر مطلعة إلى أن الأمور لن تصل إلى مستوى التحفظ، وتشير المعلومات عينها إلى أن وزارة المال في عهد وزني قامت بما عليها فيما خص التدقيق الجنائي ولم يبقى سوى الخطوة الأخيرة، كما أن المكاتب المخصصة لشركة ألفاريز أند مارسل في وزارة المال جاهزة لاستقبال فريق العمل بعد التوقيع فورا للمباشرة بمهمة التدقيق. التسليم والتسلم في وزارة المال يمكن أن يجري الثلاثاء وفق معلومات الأو تي في بانتظار التواصل بين وزني وخليل وتحديد الموعد. يبقى الأهم في موقف وزير المال الجديد يوسف خليل، فالرجل كان جزءا من مصرف لبنان وأحد أعمدة فريقه في اتخاذ القرار المالي ورسم السياسة النقدية، فكيف سيتعامل مع التدقيق الجنائي الذي سيحقق ويدقق في نتائج هذه السياسة النقدية؟ وهل يضع نفسه في تصرف التدقيق؟ الرئيس عون لن يقبل بتعطيل التدقيق، وأسلحته القانونية والدستورية كثيرة تجزم مصادر رفيعة للأو تي في، متيقنة أن يوسف خليل سيوقع ولن يستشكل في بداية الحكومة، ما يعني تحويل الدفعة الأولى من المبلغ المتفق عليه مع الشركة بعد التوقيع قبل وصول فريقها المتخصص إلى بيروت تحقيقا لأهم إنجاز. ربما ستبقى علامات الاستفهام محيطة بيوسف خليل إلى أن يحدد أداء الرجل وجهة تقييمه، وأول الاستحقاقات حتما هو التدقيق الجنائي، فهل يجرؤ على مواجهة شرط دولي لإدخال المساعدات إلى لبنان وقبله مطلب وطني لكشف ما أنتجته الإدارات الفاسدة المتعاقبة لأموال الخزينة، أم أن يوسف خليل سيكون مفاجأة مرجوة؟ هل ينفجر رفع الدعم عن المحروقات في وجه الحكومة الجديدة هذا الأسبوع؟ مخزون المحروقات إلى نفاذ خلال الأسبوع المقبل، هذا ما يؤكده أصحاب المحطات وسط تخبط في آلية الاستيراد الجديدة بعد رفع الدعم المنتظر عن استيراد المحروقات، حيث يحذر عضو نقابة أصحاب المحطات جورج لبراكس من الإشكالات والتوتر في الطوابير أمام المحطات، مطالبا مصرف لبنان بالكشف عن طريقة التعاطي الجديدة مع الاستيراد. نحن إذا كفينا هيك بدون ما يتاخد قرار جزري من قبل وزارة الطاقة ومصرف لبنان، فنحن الأزمة بدها تتفاقم كل يوم أكثر من يوم. نحن المخزون المتواجد بعد بالشركات اليوم أنجأ بحدود 40 مليون لتر، 40 مليون لتر يعني أنجأ بهدونا لنهار الأربعاء خميس بأحسن الأحوال. شو الآلية بدها تعتمد؟ عم نتواصل نعرف شو الآلية. آلية هل يا ترى بدنا نروح على رفع دعم وتبقى الآلية هي ذاتها مثل ما معتمد اليوم إنه مصرف لبنان بيأمن الدولارات بس بدل ما يبيعوا يشتروا الشركات المستوردة الدولار على 8000 بيصيروا يشتروا على سعر السوق، وقديش بده يكون سعر السوق؟ هل راح يكون سعر مقرره مصرف لبنان سعر المنصة تبعه أو بده يكون سعر السوق الحريري؟ ما بعرف، بس إنه مصرف لبنان بيأمن الدولارات بنبقى على الآلية موجودة. أنا بتصور إنه 99% بده يعتمد هيدي الآلية، لأنه هيدي الآلية ما بتغير شيء بطريقة التعاطي بين بهيدا القطاع، وبيطلع جدول تركيب الأسعار بالليرة اللبنانية، وبيضل المستهلك يشتري البنزين بالليرة اللبنانية، وكل التعاطي بيضل بالليرة اللبنانية، بس مصرف لبنان بيأمن الدولارات. بس هون كمان بدنا نشوف للمستقبل كمان، هل الدولار رح يضل يعطي اعتمادات كافية
لحتى تقدر الكميات اللي تيجي على السوق توفر تحارب الطوابير وتحارب السوق السوداء ونخلص بقى من هودي الأمور. أم بده يروح على تحرير الاستيراد، بتصور ما معه وقت يروح على تحرير الاستيراد لأنه بدأ آلية جديدة، وإلا ساعتها بدنا نفوت بأزمة كتير كبيرة وطويلة إذا راح على تحرير الاستيراد بدنا نعرف بأي طريقة بده يصير. الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاءة يرى أن الحل الأنسب استخدام منصة صيرفة لتأمين الدولارات، وعلى الحكومة القيام بما يلزم لكسر مبدأ تحكم المستوردين بالأسواق. من غير المقبول أنه نيجي نحط الناس رهينة يا أما بتعطوني دولارات على 8000 يا أما أنه ما بستورد بضاعة. هذا الأمر أكيد هو أمر مرفوض. اليوم أمام التجار خيار الذهاب إلى منصة صيرفة وشراء الدولارات بهدف الاستيراد على هذه المنصة. هذه المنصة سعرها أرخص من سعر السوق السوداء. نحن بندعي حكومة الرئيس ميعاتي أنه تأخذ إجراءات مثل اللي تم اتخاذها سابقا، أي أنه الحكومة تتوجه إلى الاستيراد مباشرة. صحيح أنه هذا ضد مبدأ الاقتصاد الليبرالي، ولكن مصلحة المواطن بتضل فوق أي اعتبار آخر. بهالوقت بتكون الحكومة عم تأخذ إجراءات لكسر الاحتكار وفتح الاستيراد لكل واحد قادر يستورد، حتى يكون في منافسة حقيقية وتنزل الأسعار بالسوق. إذن الأسبوع المقبل المواطنون على موعد جديد مع مسلسل أزمة المحروقات الذي يتجدد مع رفع الدعم، وما يتم التعويل عليه إجراءات سريعة للحكومة الجديدة لتبدأ عهدها بالعمل الفعلي. الاستحقاقات التربوية أيضا في صدارة التحديات المطروحة أمام الحكومة الجديدة، ووزير التربية عباس الحلبي يؤكد للأو تي في أن الأولوية ستكون لتأمين عام دراسي حضوري آمن. تتلقفون كرة نار هلأ، لسيما في الموضوع التربوي يلي هو أولوية، هل كحكومة رح تكون أولوية موضوع التربية بالنسبة لكم، وشو خطتك وتصورك لما نحن قادمين عليه بموضوع العام الدراسي؟ يعني موضوع العام إنجاح العام الدراسي بالتحديد سيكون من أولويات الحكومة الجديدة لإنجاح هذا العام والضمان للطلابنا ولتلاميذنا سنة دراسية حضورية آمنة. أنا كنت بلشت بسمع حضرة المفيدي تفضل فيه هلأ في المستلزمات لإنجاح هذا العام، ومن ناحية ثانية لتلبية وتطبيق القوانين السابقة التي تتصل بحقوق المعلمين. وأنا أكيد يعني إن شاء الله أني بشوف المسؤولين في هذا القطاع، وبدي أحاول أني ساعد على تأمين المستلزمات من ناحية والمطالب المحطة أن تعطى أو تنفيذ القوانين أن تطبق. فبالتأكيد هذا كله بتوقف على الإمكانيات المتاحة، لأنه كمان مثل ما بنعرف أنه المشكلة الأساسية في كل ما يدور حول الموضوع هو العنصر المادي. أنا ما بظن الإيرادات مختلفة إلا باستثناء الوضع المالي اللي عم بتعاني منه إن كان المدارس أو كان المعلمين أو كان الأهالي أو كان التلاميذ. وهون مهمة الحكومة إنها تقدر تشوف شو فيها تعمل ضمن إمكانيات هي بالأساس ضعيفة، ولكن نحن صرنا فترة طويلة نسمع من الهيئات المانحة والجهات المانحة تقول لنا لا تدخلوا حكومة لأنه في أشياء ممكن نحن نساعد فيها، وهذا تحدي أساسي، لأنه بالإمكانيات الذاتية قد تكون الأمال ضعيفة. عم بحكي حتى ما أطلق وعود وأنا مني بعد مصرح حتى على هالأشياء. بتتوقعوا تأجل العام الدراسي لما بعد 27 أيلول؟ أنا لأسفني من هالثلاثة ممكن جاوب على هذا الجواب بعد هذا الثلاثة. وفي السياق التربوي عينه، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان يؤكد أن الخيار ليس بالزيادة الخيالية للأقساط، بل المطلوب الدعم من الدولة.
في مدارس عم تفرض أقساط، يعني شوي شبه خيالية صارت، عم يكون في زودات نحو 100% ببعض المدارس، في مدارس عم تطالب بالفريش دولار. يعني أنا بعرف أحد إكزامبل صار قدامي، في أحد المدارس طالبت زودة 35% وفوق الزودة 250 دولار، ما بعرف إذا تابعين لحضرتكم أو لا. هلا وصلني. بس في شيء يعني صار فوق قدرة الأهل إنه يكون عم بينزاد القسط 100%، لا سيما إنه هي المدرسة أصلاً قسطها مرتفع جدا نسبة إلى المدارس الأخرى. كيف عم بتعالجوا هيدا المواضيع؟ كيف كأمانة عامة وكاتحاد مؤسسات تربوية عم بتعالجوا هيدا الشكاوى يلي عم تجي؟ لو هيدي الحلول هي حلول المدرسة الكاثوليكية ما كنا بمشكلة. لو أنه نحن اخترنا الحل اللي هو زيادات على الأقساط ودفع بالفريش دولار كنا هلأ منا موجودين بمشكلة أبداً. كنا فتحنا أبواب مدارسنا وكانوا الطلاب رجعوا ابتداء من يوم غد إلى المدرسة، ولكن هيدي الحلول ليست حلول المدرسة الكاثوليكية، هيدي حلول خارج نطاق مدارسنا. نحن القسم الأكبر من مدارسنا ما زال قيد الانتظار، ما زال منتظر شو ممكن يجي مساعدات، شو ممكن الدولة تعمل حتى ما نزيد الأقساط على الأهل، لأنه مثل ما عم نشعر بوجع وألم ومطالبة الأساتذة كمان عم نشعر بوجع وألم المواطنين ومنا قادرين نزيد أقساط كما يجب كما يقتضي الحال. الحال يقتضي أنه يكون في زيادات قد تصل إلى 100% بحسب الدراسات العلمية وبحسب الدراسة اللي قدمناها لفخامة رئيس الجمهورية. أما نقيب المعلمين رودولف عبود فماذا قال للأو تي في؟ هلأ موعودين أنه من هلأ لشهر أو شهرين بدل النقل رح يرجع يكيف حسب قدي بدها تصير تنكة البنزين برضو، بس أحسن ما يكون 8000. شغلة تانية اللي طالبينها نحنا فوق الست درجات يعني، والمتأخرات كيف بدها تتجدول، لأنه المدارس اللي عاطية الست درجات عم بتفكر تعطي مساعدة مالية إضافية، ساعتها اسمها مالية مساعدة استثنائية، أكيد ما بيكون عليها تعويضات، ما بيترتب عليها، يعني ما يخافوا المدارس من هالخطوة لأنه فهمانين أنه هيدي منا تنفيذا لقانون منه صادر، عرفتي؟ بس هيدي المشكلة لازم تنحل واللقاءات لازم تتكثف، يعني أكيد معالي وزير التربية الجديد راح يكون عنده دغري يعني أعماله لأنه بلش العام الدراسي أو راح يبلش، وهون بذكر ما بيقدي إدارة المدرسة تعلن أنه أنا فتحت المدرسة لحتى لي تمشي الأمور، إذا الأهل ما قدروا يجيبوا أولادهم يعني ما في مدرسة، إذا المعلمين ما قدروا وصلوا يعني ما في مدرسة. أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجد العنجر البقاع الغربي السوري فاء خاء الملقب بأبو عناد لتوليه قيادة مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم فتح الشام الإرهابي أو جبهة النصرة سابقا، وقد شارك في عملية خطف راهبات معلولة واحتجازهن ثم إطلاق سراحهن مقابل الإفراج عن عدد من مسلحي التنظيم المذكور، كما شارك مع مجموعته في عدة معارك في جرود القلمون وفي معركة عرسال بتاريخ 2 آب 2014، وضبطت داخل منزله كتبا دينية عائدة للتنظيم المذكور ومنظارا وأربعة هواتف خلوية وثلاث كاميرات وبزة عسكرية زيتية اللون. فاصل، نعود بعده إلى النشرة. أهلا بكم من جديد. في الأخبار الإقليمية والدولية تعد الشرطة الإسرائيلية لائحة اتهام بحق الأسرى الذين تمت إعادة اعتقالهم، وذلك بالتخطيط لعملية تخريبية حكمه يصل ل 15 سنة السجن، وتهمة مساعدة آخرين بالهرب من السجن تصل عقوبتها ل 20 سنة. وأفادت صحيفة هارتس بأن قرار الشرطة الإسرائيلية هذا مبني على أن يكون الأسرى قد خططوا لتنفيذ العملية التخريبية المقصودة بعد الهروب. في الجهة المقابلة قال محامي زكريا الزبيدي أحد الأسرى الذين تمت إعادة اعتقالهم: رفضنا طلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقاله ل 13 يوما ونرفض التهم الموجهة إليه، فصحيح أنه هرب من السجن لكن هذا الأمر هو حادث طبيعي.
أعلنت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توصلهما إلى اتفاق على إعادة منح المفتشين الدوليين الوصول إلى كاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية. ونص بيان مشترك صدر اليوم عن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في أعقاب محادثات بينهما في طهران على أن الطرفين اتفقا على السماح لمفتشي الوكالة بصيانة معدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بهم. ويقضي الاتفاق المبرم بالاحتفاظ ببطاقات الذاكرة هذه في إيران تحت ختم مشترك للجمهورية الإسلامية والوكالة الدولية. وتم الاتفاق بين الطرفين على كيفية وتوقيت هذا الموضوع. دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش المراسم التي أقيمت في الذكرى العشرين لهجمات 11 من أيلول 2001 عن قراره سحب قوات بلاده من أفغانستان، قائلا إن الولايات المتحدة لا يمكنها غزو كل بلد توجد فيه القاعدة. وكرر الرئيس الأمريكي الذي تعرض لانتقادات شديدة جدا بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان في 31 آب الماضي أن محاولة توحيد الأفغان كانت خطأ كبيرا. واعتبر بايدن أن الأمريكيين أنجزوا مهمتهم عبر قتل أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي. وصل البابا فرانسيس إلى سلوفاكيا بعد محطة قصيرة في بودابست في زيارة رسمية تستمر 4 أيام. وكانت رئيسة سلوفينيا في استقبال بابا روما الذي دعا في وقت سابق إلى الانفتاح على الآخرين إثر لقائه رئيس الوزراء المجري. واستقبل بابا الفاتيكان بقرع أجراس 2627 كنيسة كاثوليكية في البلاد في وقت واحد لدى هبوط طائرته. ويلتقي الحبر الأعظم الاثنين مجموعة من اليهود بينهم ناجون من المحرقة النازية، ويتوجه الثلاثاء إلى مناطق فقيرة في البلاد ليعود الأربعاء إلى براتيسلافا حيث يحتفل بقداس في الهواء الطلق قبل أن يغادر عائدا إلى روما. ختاما الأحوال الجوية. بونسوار. طقس معتدل عم بيسيطر على اجواءنا للايام اللي جايه. لبكره جونا قليل الغيوم الى غائم جزئيا، ودرجه الحراره رح تتسجل على الشكل التالي. نبدا جولتنا مع كارو 27 درجه، 28 بطرابلس، 29 بالعاصمه بيروت و28 بسور. ننتقل الى بعلبك مع 29 درجه، 19 باللقلوق، 28 بزحله و26 بجزين. نسبه الرطوبه عم تسجل اقصاها على السواحل 70%. رياح اتجاه الجنوب غربي وعم بتسجل سرعتها 35 كيلومتر بالساعة وحال البحر هادي. كيف رح بكفي طقسنا للأيام اللي جاية؟ مثل ما ذكرنا لبكرة جونا غائم جزئيا، درجات الحرارة عم تسجل 29 درجة وبتستقر على 29 لغاية نهار الخميس، وجونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا. هون نوصل لختام نشرتنا، أنا بلاقيكم بكرة بنشرة جديدة. تصبحوا على ألف خير. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على مواقع التواصل تويتر وفيسبوك وإنستغرام. والآن إلى حلقة جديدة من رح نبقى سوا مع الزميلة ناتاليا عيسى.